أهلا بكم في درس جديد من دورة التعلم كيفية القيام باستخدام قواعد المعطيات والداتابيز وذلك في لغة البرمجة C#. ما قمنا به إلى الآن وحققناه هو كيفية القيام باستخدام هذه الداتابيز وذلك ضمن Console Application في C# بهذا الشكل. ولكن دعونا الآن نقوم باستخدام هذه الداتابيز التي قمنا بإنشائها هنا وذلك في Window Application. فسوف نقوم بإغلاق هذا Solution وسوف نقوم بإنشاء New Application والذي هو Window Forms Application بلغة C#. مثلا سوف نقوم بتسميته Window Form وبعدها Database لنرى بهذا الشكل. فعليا الآن إذا قمنا بتشغيلها فسوف نقوم بتوليد هذه النافذة الفارغة. فأستطيع الآن القيام بإضافة المكونات المختلفة، والخطوة الأولى من أجل القيام بالتعامل مع Database هي القيام بجلب قاعدة المعطيات في الدرس السابق. فنقوم هنا بالذهاب إلى Solution أو إلى Project الخاص بهذا المشروع، ونقوم بالذهاب إلى Add Existing Item، ومن ثم نقوم بالذهاب إلى المسار الخاص بالمشروع السابق والذي هو Console C# Database. وهنا سوف نقوم بتفعيل Data Files ونقوم بجلب هذه Database، نقول Add بهذا الشكل. تمام. فالآن إذا قمنا باستعراضها نراها بهذا المظهر. ممتاز. الآن إذا أردنا القيام بإضافتها فلدينا هنا في التول بوكس والتي يستطيع القيام بجلبها في حال لم تكن موجودة من View ومن ثم تول بوكس. تمام. فهنا نستطيع القيام بجلب مختلف هذه العناصر، إما أن نقوم بالبحث عنها بهذا الشكل أو أن نقوم هنا بالاستعلام وذلك نسبة إلى الكاتيجوري وإلى التصنيف الخاص بها. من أجل القيام بجلب هذه الداتا سوف نقوم هنا عند الداتا بجلب هذه الداتا Grid View ونقوم بسحبها ونقوم هنا بتركها ونرى كيف تمت إضافتها بهذا الشكل. من ثم سوف نقوم هنا بالإضافة، نراها الآن فارغة، فنقول Add Project Data Source وذلك نسبة إلى هذه الداتابيز وهذه الداتا سيت. تمام. فنقول Next، نقوم باختيار ما نشاء من اسم لا مشكلة، ونقوم هنا بتعيين الخانات التي سوف نقوم بجلبها مثلا Tables وأيضا Stored Procedure، نقول Finish. فنرى هنا كيف تم جلبها نسبة إلى هذه المعلومات. تمام. بعدها سوف نقول هنا من هذه الـ Other Data Sources قم بالذهاب إلى My Table وقم بعرضه بهذا الشكل. فالآن إذا قمنا بتشغيلها نرى كيف نقوم هنا بعرض هذه المعلومة. ممتاز. وأيضا إذا أردنا مثلا القيام بالتعديل أو نقوم بالتكبير مثلا قليلا، وهنا لا ننسى القيام بالذهاب إلى هذه الداتابيز والتأكد من أنها copy if newer وذلك من أجل المحافظة على هذه التغييرات. الآن أولا إذا أردنا القيام بعرض هذه المعلومات نقول مثلا review data review فنقوم بجلبها بهذا الشكل. وإذا أردنا الآن القيام بتشغيل المشروع حتى وإن قمنا الآن بالتعديل وقمنا أيضا بجعل الداتابيز copy if newer فأعتقد التغييرات لن تتم. فإذا قلنا مثلا خالد، فالآن إذا قمنا بتسكيرها وإعادة تشغيلها فنرى كيف أن الاسم السابق سوف يعود. لماذا؟ لأن هنا علينا القيام بالأبديت، وذلك إما أن نقوم هنا من التول بوكس بإضافة مثلا زر معين button ونقوم بتسميته مثلا Update، ومن ثم عندما نقوم بالضغط عليه نقول هنا This My Table Adapter ومن ثم Update نسبة إلى This Dataset. تمام. بهذا الشكل. لنرى الآن إذا قلنا بتشغيلها وقلنا الآن Palette قلنا Update، الآن إذا قمنا بتسكيلها وقمنا بإعادة تشغيل فسوف نرى كيف أن الاسم بقي خالي. ممتاز. وأيضا فعليا أستطيع القيام هنا بالكثير من الخيارات والكثير من الأمور التي أستطيع القيام بعرضها بأساليب وأشكال مختلفة. فقمنا هنا بالضغط على هذه مثلا فنرى هذه المعلومات المخزنة، وإذا أردنا القيام بجلبها فنقوم مثلا بسحبها ويتعبر عن النيمز، فنرى هنا كيف سوف يقوم بجلب النيمز بهذا الشكل. تمام.
وإذا أردنا مثلا القيام بكتابة Store Procedure أخرى ونقوم بالذهاب إلى السيرفس نقوم بتحديثها وهنا Store Procedure أقوم بإنشاء New مثلا سوف أقوم بتسميتها Get Address وفي البداية لا أحتاج إلى Parameters وهنا نقول قوم بجلب الأدرس وذلك From My Table بهذا الشكل ونقول هنا Update Database من ثم إذا عدنا الآن وقمنا بالتحديث فنرى هنا كيف أصبح لدينا أكثر من Stored Procedure وإذا قمنا بالذهاب إلى هذه الفور هنا بالنسبة لهذه المعلومات فهي غير موجودة ولكن أستطيع القيام بجلبها وذلك مثلا إذا قمنا هنا بالإدت وإذا أردنا القيام بالإضافة فقلنا مثلا الآن Table Adapter وهنا سوف نقوم بجلبها نسبة إلى Existing Stored Procedure ونقوم هنا بتعيينها والتي هي Get Address نقول Next مثلا لا مشكلة نقول Finish بهذا الشكل ممتاز فالآن إذا أردنا القيام بعرض هذه المعلومات هنا فنراها بهذا الشكل وإذا أردنا القيام بوضعها في هذه الفورم هنا مثلا نقوم هنا بجلبها فنراها بهذا الشكل ممتاز فنرى هنا كيف قام بالتفصيل وجلب هذه المعلومات وإذا أردنا القيام بالتعديل مثلا وجعلها USA بالنسبة للجدول الأساسي وقلنا Update فالآن إذا قمنا بالتشغيل مرة ثانية فنرى كيف أن القيمة تعدلت هنا وهنا وأيضا أستطيع القيام مثلا بعرض هذه المعلومات وذلك بصيغ مختلفة فمثلا إذا قمنا بالذهاب إلى هذه الأدرس وأردنا القيام مثلا بتعيينها وذلك كليبل فنستطيع القيام بجلبها بهذا الشكل ولتعبر عن خانة معينة فالآن إذا قمنا بالضغط على أي من هذه الخانات نرى كيف أن الاسم هنا يظهر بهذا الشكل ونستطيع القيام بالتعديل هنا بمختلف الخيارات المتاحة فمثلا إذا أردنا القيام باستخدام Combo Box وتكون بهذا الشكل فهنا لدينا Belgium, سيريا وغيرها من هذه الأمور ممتاز إذن بهذه الطريقة نستطيع القيام بالتعامل مع هذه الداتا وذلك بمختلف الأشكال ومختلف الطرق وإذا أردنا القيام بعرض هذه المعلومات نستطيع القيام بالذهاب هنا والقيام مثلا بإظهارها وذلك نسبة إلى هذه التيبلز التي قمنا باستعراضها وجلبها في هذه الداتابيز داتاسيت إلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية درسنا لليوم أرجو أن يكون الدرس قد نال إعجابكم وألقاكم في الدرس القادم سلام.